بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. بمناسبة الذكرى السنوية لاستقبال بلاده أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته، متمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والرفعة.